ثلاثة. لا شخصي. سلام البنات، سلام متتبعين ومتتبعات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هانيين. حنا سكننا عند ناول الصباح. مرحبا بكم، بارك الله فيكم. السلام عليكم، كي داير الخوت خواتات؟ لاباس عليكم، اشخباركم؟ الحمد لله، اللهم لك الحمد، شبعنا نعاس. واه عرفتوا عند ناول واحد الهدوء، قلت ليها يا ناول ما كنتش عايقه بك. عرفتوا ما جيت زعما جلست من النهار جينا وكنا جالسين عند ناول ودوخنا، شوفوا الله ما فتنا من تما تنجيو تنطرقوها وتمشيو في حالنا، ولا تنجيو نصاونيو عليها ولا هربوا. اليوم يا اختي الهدوء، واحد الطويجين دارت لينا ناول. دابا شنو حنا كاينين عند مالي الدار، ونادا ما كتاكلش اللحم، البارح ما كانتش اللحم، اليوم حلي حلي حيت انا الدزاج نشرجم. اليوم كنا خارجين مع الصباح وجيت انا ونادا عند ناول اللي صونا عندنا السمحه، قال لي غادي نديرو التقليه ولا شي حاجه للغدا. كاينه اللي ما تاكلهاش نادا، هي تقول لي ناول صافي انا غادي ندير لها الطاجين ديال الدجاج، وسيروا جيبوا مشعكوكه ديال نورهان. وكانت باغا تلعب مع واحد المشه برا ساعه نورهان اللي مشيت بغيت نجيبها، قالت لك لا والو انا تلعب مع ياسر ونصر الله سميتها خليني يا ماما. قلت لها ليه لا يجيبك، انا غادي عند اختي. وجيت انا ونادا جلسنا، عرفتوا تغدينا واحد الطويجين واعر. نادا كي جاك الطويجين خارج كناول تتاكل ودير فيها، تتاكل ودير بحال ما هكا عجبها الحال. واو تكينه جبدناها بواحد النعسه، هي هذيك اتفقنا دابا سي واحد اتصلني قالت اجي وديروا الكوتي. تمشي ولا لا تحيد الريجي؟ لا سي ما نديرش الكوتي، هذيك 15 يوم الاولى حيدت 5 كيلو، وهاد 15 يوم الاخرى حيدت كيلو واحد، يعني 6 كيلو اللي ناقصوني. بقات مع السي محمد غادية جيدة، غادية جيدة ناكل في الدار، واخا ما كنكثرش كما نكون كثرت الماكلة، هاد 15 يوم تزاد كثر. كان عليا كان عليا ديك السيدة اللي في الجروب نقول لها بغيتك تشوفي باش تيكونوا دايرين الكسكسو، تطيحي في عمية. ايوا لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. المهم البنات قالت لي عاودي كولي خودي داك الطياب ديالك، قالت لي اللي موجد الريجيم ديالك، قالت لك الصح تيه، قالت لي وسيري عندهم واخا ناكل الريجيم ديالي تتبان لي ثاني سالتو ولا داروا قصص ولا شي حاجه. البنات اللهم في الوجبات ديال الماكله ما نمشيش. البنات ناول ناول راها نقصت ونقصتي بعدا كي نقصت 5 كيلو في 15 يوم، اللي نقصت غير حيت ما بقاتش شاده الريجيم، نقصت غير كيلو واحد، بحال التوتال نقصت 6 كيلو. يعني اللي بغات تتبع الريجيم ديالو ولا شنو خاصها غير الاراده والعزيمه وصافي. دخلت البنات الفيديو اللي لحقت البارح، الموضوع ديالنا الفيديو اللي لحقت البارح، لا تمشي عند دم وعد سي محمد ونوري لهم التعاليق. شراو لك صداع مع المشاهدين؟ لا دابا دابا الصراحه شكون اللي تيبغي لك مصلحتك؟ دابا حنا فاش هضرنا وقالت امي بحال ما هكاك ما وضحناش الامور على حساب الدار ما الدار، فلقيت بزاف الناس اللي كيقولوا لي صباح ما تكونيش انانيه، خليهم يقلبوا على مصلحتهم. شكون اللي تيعرف مصلحتهم اكثر؟ شكون ولا نسينا فاش سي محمد وقع ليه المشكل؟ شكون اللي تيطيح وينوض تيوانا اكثر حاجه؟ لا دابا ما عرفوش هما، يا راه فاطمة تتفلقت الفلوس ما عرفتش شحال من بقعه باعت. كان با داير ليها الوكاله حتى هو مضروب اكثر منها، ضربهم عشوه ودوران وحوايج. عرفتوا شحال ديال البقاعي البنات؟ شحال ديال البقاعي يعني الا باعتها الدار ما غاديش تصاوب شي حاجه حسن، غادي تطيح على انا اللي عارفه. علاش هي بغات تبيع الدار؟ على حساب جار ولا جوج؟ لا ما كانش مزيان اللي زينو، كان زمان تيقول لك الا تشري الجار قبل الدار. انا شبينا وبين الجار اللي غنشريه واللي يشريني؟ كل يشري راسه، انا في داري نتخشى في داري ونشد تيقاري فيا، ما نلحق حد ما نوصل حد، راه العائله اللي كتهزك الا طحتي ماشي الجار. في بعض البلايص كيهزوك الجيرانيه الله يكثر خيرهم، وفي بعض البلايص راه ما بقاوش الجيران الصراحه، كل يدخل سوق راسو
وكل اعتمد على راسو. السلام عليكم. هذه نقولها انا. ونوال دابا هنايا فين ساكنه، فهاد البلاصه فين ساكنه هذه عرفتو قدامها شحال من القاعد ديالنا كانوا. هاد البلاصه اللي ساكنه فيها نوال هي فين تزادينا حنايا، حنا ما تزاديناش في ديك البلاصه اللي ساكنين فيها دابا، تحولنا ليها عندي 6 سنين. هنا كانوا عندنا جوج ديور البقاعي، عرفتي شحال كانوا عندنا الناس اللي عارفيننا في الاصل في سوق السبت، عارفين الكنيه ديالنا الحقيقيه وعارفين شكون حنايا الاصل ديالنا وديال با، غادي يكونوا عارفين البقاعي شحال. والله العلي العظيم الا شتي الناس الا طلعت مع امي للقدام الدوار، بغينا نشوفوا ولد عمتي تريسيان، تتقول لي امي هاد البقعه راه ديالي، هاد البقعه راه كانت ديال باك، هاد البقعه راه بعناها هادي. عرفت شنو بقاعي كيتباعوا بمليون جوج مليون 100,000 ريال. عرفت كنخبط في جنابي وحق الله كنقول ليها وانا ريكم قلت لكم انا ما نخليكم تبيعوا حتى شي حاجه. علاش؟ لان الملك شتو الملك البنات بحال دابا الدار ولا شنو هما اللي كينفعوا. الله يستر الانسان علاش كيبيع الملك ولا تيبيع على حساب الصحه ديالو، او لا كيبيع الا كان عنده الامكانيات باش يدير حسن. يعني بحال دابا مالي نضال لو كان عند سي محمد خويا الامكانيات لامي باش يبيعوا يديروا شي حاجه حسن من هذيك الدار مرحبا، باش تباع الدار وتشري الدار. دابا الا باعوها كاع يبيعوها 100 مليون ما قيمتش البقعه. لا بغى يشري فشي بلاصه زوينه ولا امي بغى يشريو ب 100 باش بغى يبنيو. امي دابا قالت لك بغات تبيع وتشري سي محمد بارتمان، وفهمتي سي محمد دابا شاد بارتمان. سي محمد هذا راه كنضرب على مصلحته. عرفتوا في راسكم واحد الحاجه البنات، اكبر مستفيده من ان الدار تباع هي انا، لحقاش دابا ما مستفده منها والو. يا كنا نسينا كاع مي هزت لي الفلوس من عند دايبي وصلحت بهم الدار الوسطانيه، راه كراتها الحاضره شدت السابقه ديال شهرين ما شديت منها حتى ريال. اقسم بالله العلي العظيم واخا انا هاد الشهر ديال الدخول المدرسي عندي فيه المصاريف بزاف وعندي بزاف ديال الحوايج والتحاليل، وراه كل تحليله كنديرها ب 16000 ريال سميتو، ما شديت منهم حتى ريال ما شديت. يعني دابا انا الدار ما مستفده منها والو، الا تبعت الدار غنستافد منها انا، راه غير في الكرا. عرفتي شنو هي كتوصل عليك راه الشهر وكتحط 40000 ريال ديال الكرا، راه ما ساهلاش. ولاني الا تبعت الدار راه ضروري غتعطيني امي حقي، حتى انا غادي نزيد عليه نشري لبناتي شي بارطمان ولا نشري لبناتي دار ولا شي حاجه ضروري، ما غتعطيني امي حقي. والسي محمد خويا دابا راه ما شادش غير بارطمان وحده، راه شاد الدار الفوقانيه وشاد بالسطح وسميتو. ما نبغيش لمرتو انها تحك مع عباد الله في البارطمانات. بارطمان راكم الناس اللي ساكنين في البارطمان راكم عارفين دروجكم ماشي بوحدكم، السطح تيكون مشروق بزاف ديال الحوايج. الا شرات غتشري على الصداع لا غادي تزلعوا الفلوس. السي محمد والسي محمد شاد هنا جوج الحوايج، واحد داير فيه السيديات وداير فيه، والاخر حاط فيه الماتيريال ديالو كيف ما راكم عارفين. سي محمد تيدير دي جي وسميتو، غير مع دابا هذا الوباء تحبس مع سميتو الا كاع اقتضى الحال، لان اليوتيوب راه ما دايرش. اليوتيوب راه بزز سي محمد باش دارو، والله ما راضي عليه بزز، لان ما عندهم شي بديل ولا شي حاجه. الا كاع حزتو مزت هادوك جوج الحوانات يكريهم سي محمد، وداك طريف ديال الخبز اللي تيجي منه غادي ياكل هو وليداته. اما الا مشى دار البارطمان، مشات امو شرات ليه بارطمان وخلاته بارطمان، اش غيدير به؟ غادي يسكن فيه واخا. منين غايجيه من ياكل ويشرب ولا شي حاجه؟ هو راه الرجاله راهم غايخدموا ضروري غايخدموا، لاني باش انت عندك جوج الحوانت وعندك دار وعندك سطح وعندك بيت في السطح وعندك ماشي عندك بارطمان تقول لي منك راسك. انا هادي ماشي كنبغي نقول لكم زعما كي راه نخسر لكم الصوره ولا شي حاجه، ولينا هذا هو الواقع. فاش كنجيو نهضروا ما كنهضروش على كل شيء دقه وحده، ولا كنشرحوا كل شيء في الفيديو، راه انا اللي عارفه الدقه فين غتجي والدقه لمن غتجي. تنبغيو حنايا الحمد لله نوال اختي ولا عتيقه ولا تضربوا على مصلحه خوتهم قبل من مصلحتهم. انا كذلك تنضرب على مصلحه خويا اكثر من مصلحتي انا. نوال هي ما غيعجبهاش الحال، عتيقه الا سمعت الهضره ما غيعجبهاش الحال، غير حيت انا كنت حاضره في داك الفيديو انا بوحدي وصافي. نوال هي نوال راه عندها دار اخرى كاع ما مستافده منها، يعني مخليها غير لشي حد قريب ليها من العائله بلا ما نقولوا شكون ساكن فيها.
ما مستافداش من الواحد. حنايا عندنا واحد الحاجه زوينه ان حنا البنات حنانات بزاف، تتبغي مصلحتك. نوال دروكا راه خاصينها الفلوس حتى هي وسميتو، وما يمكنش تبيع هذيك الدار ولا شي حاجه واخا ما مستافداش منها غير باش ما تخرجش منا اللي ساكن فيها ولا شنو. عندنا واحد العرق الله يخليك الحمد لله على كل حال. هذا هو اللي بغينا نقول لكم، حنا كون انا انانيه ولا شي حاجه غادي نفكر في مصلحتي وانا ما مستافده حتى شي حاجه. مش هاد لا ريال لا جوج تتشوفي في الاو اصلا تمي مي الا مشات بلا ما نقولوا حنايا في القطه الفلوس شرات لها هي بارطمان واخا منين غايجيها فلوس الدوار، منين غايجيها دابا كتشد الكره ديال جوج ديور غادي تجلس الله كريم ما غيبقى عندها حتى شي حاجه. انا عارفه امي غادي تضرب هذوك الفلوس وغادي تجلس الارض. اللهم بنادم تيقول لك اش خلاتها صابا قالت لك شريم شريت مع امي برا امي برا شي وانتوما وحق لا اله الا الله. راه فاش تجي نفكر تقول لها اويلي وين عقلت على الجلابه الخضراء شحال المبرة كانت دايره ديك الساعه في الاول ديال التسعينات؟ ما عرفتش 14000 ولا 12000 ولا ما عرفتش. البقعة تتباع ب 100000 ريال تتضرب جوج توابات ولا ثلاثة. عرفتو حنا وحق الله العلي العظيم وأعوذ بالله وقولت أنا البنات فاش كنا هنايا أول وحدين في هاد البلاصة شراو التلفازة بالألوان. أمي كانت شكل كانت عزيز عليها الموضة وعزيز على واخا تبان ليكم دابا راه أمي كانت حويدكة وعزيز عليها الأناقة وعزيز عليها حويدكة في اللبوس وسميتو التواب ما التواب يعني اخر موضه ديال التواب كتشريهم. عزيز على الفراش زوين عزيز على كتبقى تبدل هذاك الشيء اللي دير لينا حنا ديور اخرين في الوقيته اللي الناس كانوا جامعين راسهم وسميتو وتيديروا في الملك وتيديروا في الديور. حنايا كنا مبرعين في حوايج اخرين الحمد لله دوزنا تبرعنا مع الوالدين وسميتو، ولكن تيبقى الملك هو الملك. فاش كتجي تشوفي كتقولي هذه البقعه كانت ديالنا تباعت وهادي تباعت وهاد الدار تباعت وهاد الدار تباعت وشحال ديال الديور شحال ديال البقايا تيبقى فيك الحال تتقولي ما يمكنش هادي هي الدار الاخيره ما بقاو عندنا لا بقايا لا حتى شي حاجه البنات دايره بحال القمار. لا لا ماشي دايره بحال القمار طب فيها طب فيها الدار طب فيها. لا لا الانسان ملي تيبيع ويطب يبيع ويطب فين غادي تيايا انت يا اختي سبحان الله خرجتي حويدكا تديري ليها وتجمعهم. نوال حادقه وانا انا والله ملي كنت نبني في الدار حق ليلى الله عندي ثلاثه كيسان فاردين شو منين جاوني شكون نتوما ولا ما عرفت معلمين تنكون نكب لهم فاتن نقول لهم بالعاني غدا نشري زينه ديال الكيسان يقول لي مسكين واحد المعلم لا لا انا كب ليها في الغرفه تاع الميكا كب ليها في الغرفه وتديري وتنبني وتنصاوب في الدار والحمد لله. كاين الانسان دابا بنات اليوم راه ما كاين زعور كاينين مساكنات موظفات وفلوسهم دابا على لا انا تيعجب شو انا كيعجبني موظفات وفلوسهم تقول لك حتى المنظر ما بقاتش كافيه كيشريو وكيتمتعوا وكي انا ما تمتعت ما والو الا لا تمتعت في اخري ما عرفت من هنا لقدام الا تمتعت نبان لكم وحده اخرى ثاني ما عرفت والله نوال راه في بالها واحد البلان غديره ان شاء الله يا ربي سهل لي ان شاء الله يا ربي امين. انا تيعجبني احسن من اولي انا تيعجبني التفكير ديال نوال اختي ان الملك تيبقى ملك ما يمكنش نبيع الملك ونخسرو في شي حوايج اخرين تتجمع. هو انا واخا انا ماشي بحال نوال انا مفلقطه تنخسر المخسور ولاني دابا انا راكي عارفه الظروف دابا انا ما يمكنش غادي نفرض على بناتي واحد الحاجه وهما كانوا مولفينا اللي عدوا لي سامة ماشي بحال راسهم بوحداش. قلت لك قبيله قلت لنا نوال اختي قلت لها كون انا بحالك بوحدي ما عندي لا دراري صغار لا والو والله ما نجلس هنايا تنمشي لبرا ما نجلسش غير هو تنفكر في بناتي ما قدرش نخسر لهم قرايتهم سميتهم ما بقى ما يدار ما كاين ما يعجب ما كاين حتى شي حاجه. نوال اختي حادقه حدق مني انايا انايا غير هو الحاجه الوحيده اللي تنقول ودائما ما عرفتكمش واش واش توافقونا الراي ولا لا. الملك عمرو ما كيتباع وتيتخسر في حوايج اخرين. الملك دائما خاصو يكون ملك اللي عنده الفلوس ما يزيد مرحبا اللي ما عندوش يجلس الارض ويزقى معقوله ياك ولا لا؟ ايوا حنا كملنا نرد كاع عندنا شو ناكلو دغوا تقول تحط
الفيديو تجري عندها امي. سي البارح البارح لا البارح والبارح مشيت سرحت رجليا مشيت عند صاحبتي خياطه جابت تيباه جابت الركاك جابت اتاي قالت لك ويلي حسن جو ما نجيبش اتاي قالت لي سميتو نوض ومشات قلت لها الله يا حنا هو تقرص فيا حسن قلت لي شرب داك الكاس من الصوص وكليت وداك واحد سميتو واحد تتباع مع تيباه راه دايره هكا يا عوجه ورقيقه بحال السنيده وا هذيك مقرمله هذيك كنت معك جات وشويه ثاني وهي تجيب الختها جات ختها جابت لها موناضه والحلوى الله يا حنا هاد جوج بيجامات اللي خيطتي شريتيهم لينا عاد شي ايوا قالت لي سير سير قالت لي كون جمعت وما يجيبش الله الرزق قالت لي الله ما نزل لعم باش يجيو فلوس اخرين قال لي حسن هاد الشيء علاش تتقنق فيها خارجه قال لي باش تاكلي قلت لي ودابا ما ناكل لا قلتي لا والو ولا مشيت نبقى لتحت يلاه معايا باش ما نطلعش تاكلي لا قلتي لا والو رجع فحالك سد عليا الا لقيت المخمار نطيح فيه عمياء ما عرفت محال واش داير شي مخمارات راه قالك قلتي ما قلتي اش بغا يكون فيه عارفه راه ما ديرش الخبز ما عرفت ليكون مسمن كاينه مهارة دير المسمن دير المخمار دير ولا هاتوما راه ما هنايا قالت ادعى اللي قالت لكم ما ناكلش راه تتشهى قلت لها يا الله وسد عليك بارك انا راه شوف راه غادي نعطي نجبد لك واحد الورقه حمراء ما نجي على واحد السيمانه ولا يا واه راه حيت كاينين واه حكيتي المشكل مع خوكم اللي كاين المشكل لا اله الا الله صافي تنبغيو خوتنا يكونوا محسن منا وتنبغيو مصلحه خوتنا من بعض الاحيان اكثر من مصلحتنا حنايا الله يخلينا يا رب الله يخلي فينا والله يخلي فينا هذا التربيه ديال اللي تربينا علينا عليها والله يخلينا دائما مواتين مع خوتنا والله يخلي لكم خوتكم والله يخلي لكم الحنان بيناتكم البنات امين نوض انت قاعد ناكلوا زيني نبعد خواتها تكونوا قريبين لبعض ياسم مساكن ديما يدحسوا مع خوتهم وخوتهم يدحسوا مع امو تيقول لك الخا واحد الدنيا كاين اللي تدحس مع خوها على سطل وقالوا لي حتى نسيت قالوا لي ما كنتي بغيتي مصلحتك وبقيتي ساكنه لهيها وما جيتيش لهنايا وسط انا محسن البنات وجلست راه حتى شي واحد ما كيبغي يخلص الكراق علاش شنو هي التكاي اللي ما عارفش بحس الكرا عمرو ما يهضر في الكرا عرفتي شنو هي التكاي يجي الكاري يدق عليك تتغمض عينك تتحلاتي وصلت الشهر كون الكاري عبال فراغ يوقف لك عليها الدوبي كون 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 انا كنت عارفه ان الامور غادي تسلك وكنت عارفه غادي يكون غادي بنادم زعما كاين غادي يكون تفاهم ويكون واحد العيشه زوينه وسميتو او والله ما نجلس في ديور الكرا بناتي راه غادي نبزز عليهم غادي يديروا في الواقع كون ما عندناش باش نخلصوا الكراش وغادي نخرجوا نتشردوا ولكن كتقول اللهم الثقه الحسن فضلنا اننا نعيش داكشي اللي قسمنا الله سبحانه وتعالى نداروه مع التوبات انت غادي كتا الله قاد لنا الامور وصافي اما حتى شي واحد ما تيصيب دار العرس وتيهرب من الناس تلقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله على القناه نتمنى البنات تكونوا دابا توضحت لكم الصوره وعرفتوا علاش ما بغيتهمش انهم يبيعوا فقط المصلحه ديال خويا وديال امي لحقاش بعض المرات الواحد ما تيكونش عارف مصلحته تيبدا غير يهضر تقول لك اللي تلف يشد على دارو يخلي حوانتو دابا تصاوب الوقت ودابا تقاد ويمشي يا عمر دوك الحوانت قال لك ما عديش ما عديش قلت له ودي كون عمرتي دوك الحوانت مواد غذائيه وجلستي شديتي الارض وتبتي انا ما نخليش امي شوفوا انا واخا ديو عليا نظره خايبه ولا شنو انا تنبغي مصلحه خويا وما يمكنش نخلي امي تبيع الدار تشري لخويا بارتمان وي تخليها واحد وصافي الله يعاوننا ويعاونو لا خاص خويا يكون عنده على الاقل حوينتات ديالو يبقاو ليه الا ما صاب حتى شي حاجه ما صاب يكريهم الوليدات وما يمكنش هذوك الدراري يمشيو يتشردوا في شي بلاصه يجلسوا على ابارتمان يدوروا ولا حتى هما اصلا هذيك البارتمان يترقد منها الفلوس يبقى فين ما خاصو كان لحقاش واحد الوقيته دازت عندنا واحد الازمه عقلتي انا والفاش شرينا في النزهه شرينا 108 شويه راجلي ما بقاوش عندو الفلوس قال لك لا حق خصني نبيع الدار ونشري باش نرقق الفلوس صباح فجر في دابا البيع كرهت البيع نشري باش نرقق عرفتو من سميتو من 108 المليون دزنا ل 76 مليون بحال شحال بحال 24 بحال 32 مليون اللي ضاع ماشي ضاعت لينا اما تخسرت غف في الماكله والشراب
وعلاش انا كون عندي التفكير ديال دركا وعندي زعما كاين قادره انني نتخذ قرار ماشي غير تابعه لشي حد ولا شي حاجه. لا سيدي، لا بعت ب 108 خاصني نشري ب 108 ولا خاصني ندير شي حاجه محسن، ماشي خاصني نرقق من دار فيها 150 متر لدار فيها 80 متر ولا شنو. الملك دائما تبقى عاملك وما تيضربش على خوه، اللي تيضرب على خوه هما الفريسات اللي تيكونوا وتيتهزوا تيبدا يتخسر منهم. بحال حتى فاش يلاه جا عبد الرحيم الله يرحمه الطالع معي 400 مليون ولا شنو، ضربت عاف الخوه الخاوي في الفلوس وفي الكرا ديال الفيلات وفي الدوران وسميتو ما دارتش عليها عامين طارت. انا اللي فاجر فيا البنات وانا اللي عارفه الفلوس فاش تجبد واخا يكون عندك بيس ديال الفلوس والله ما يكفاك. انا ملي شريت الشريه في سميتو ضربت في كورونا 4 المليون اللي ضربت، علاش شريت هاد الشريه في بني ملال؟ عاز بديت فلوسي تما باش ما يبقاوش عندي الفلوس في البنك ونقول راه عديهم بدا نجبدهم بدا خاصه هادي خاصه هادي. اللي عنده شي حاجه نمشي نعاونو نمشي لا لا ما ضربتهم في هذيك، واللي خاصو نعاون شي حد خاص انا اللي يعاونني يعني ما بقاوش عندي الفلوس. وانا بعدا كاين اصلا دروك باغا ندير 4 المليون نجوى تعيط لا لا يلاه كلشي عيط كلشي عيط. قلت لهم انا انت بقيتي الله كريم السلام عليكم بقيت بحالي بحالكم وصيفطوا لي نتوما والله لا لويتي ولا عتيقه اختي مسكينه صيفطات لي واحد الشهرين دابا شتا جمعات وطوات معايا دقه وحده. الله يشافيها ويعافيها يا رب الله يشافيها الامور الله يجيب لها شي رزق هذاك الشيء بان يمكن ناعسه في السبيطار بيت الخاطر مسكينه الله يشافيها مسكينه ديك المراه كلها بغات تموت وصلت لك 95 عام واقيلا الله يشافيها ويعافيها يعني غدا يستقلس مسكينه الله يسهل عليها الله يسهل عليها والله يسهل على خواتاتنا وبناتنا وكاع وليداتنا اللي مغربين في برا الله يسهل عليهم في خدماتهم الله يقاد الامور الله يسهل على ولادنا اللي هنايا تا هما في المغرب والله يحيد عندنا هذا الوباء هذا لحقاش دكدك عباد الله بزاف بزاف البنات البنات احنا عاودنا لكم شنو كاين درك سقطنا عليكم حتى حاجه سقط خاص فينا هو تقول لك عاودتوا كاع الاسرار ديالنا وعاودتوا البقاعي وعاودتوا المهم احنا فرقعنا لكم الربانة لا شدتنا امي توكل علينا ما نضربوا قلت لهم هربوا تجي هربي نسد عليك وانا ظهر من داري. المهم البنات نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله على القناه. الله يخلي لكم عائلاتكم ويخليكم ديما مجموعين ويخلي لكم المحنه بيناتكم والله يخلي لنا حتى حنا خوتنا ويخلي لنا الوالدات شي ملك تصرف علي صرو على ملككم الا اللي بغى يبيع شي حاجه باش يزيد القدام ماشي يبيع موبل قداش باش يشري بارطما يدردكو عليها عباد الله. يا الله البنات السلام عليكم.